زعما اليوم كان نهار تاريخي في عندي حياة. اليوم عيطوا لي ولاية الأمن الله يجازيهم بخير، وجاني بلاغ من عندهم بأنني ندي لهم إحياء. وديته عندهم اليوم واستقبلنا السي الوردي وعطى لولدي جوج دلبيسات وعطى الطابليت وعطى الصباط وفرح بزاف ولدي، وخدا معاه لي فوطو ودار على الولاية كاملة وتصور مع بزاف ديال البوليس. يعني الأمنية ديال ولدي تحققت الحمد لله، الأمنية الأولى تحققت، العقوبة الأمنية الثانية من بعد القراية إن شاء الله. أنا من نهار عيطوا لي، أنا داز لا فيديو الجمعة وعيطوا لي السبت وقالوا لي كوني على بالو داكشي راه غنجيو ناخذوا يحيى وداكشي، ومن تما وأنا كنتسنى. وملي طوالت عليا المده ولا كل نهار كيقول لي ماما امتى غنمشيو، ماما ما عيطوش لينا، لدرجه ديك النهار دايزين وحنا نتلاقاو مع واحد البوليسي ويقول لي ماما سولي سولي يا ماما واش يقدر يعيط لي، واش يقدروا يعيطوا لي عاود. وقال لي وسولته فعلا هاد السيد سولته ويقول لي يا سيري راه غادي يعيطوا لي. والحمد لله البارح ملي عيطوا لي فرحت بزاف لدرجه زعما واحد الفرحه بحال ما عرفتش فين غادا، يعني بطع ليا يمتى يجي الصباح باش توصل ديك 12 النهار ونكون عندهم. ها ويحيى البارح راه ما بغى يتعشى ما فاطر ما والو، وفرح واحد الدرجه ما كتصورش، ما بغاش يتعشى والله ما تعشى معنا ولا كلا بديك الفرحه، وكيدور كيقول بابا انا غنمشي عند الحموشي انا غنمشي لكم الولايه انا غنمشي نتصور، لدرجه اختو بقوه ما كيبقى كيفقس فيها كتقول لي انا غنمنك المدرسه ونمشي معاك. والحمد لله والصباح ناض بكري وكيقول لي ماما يلا نمشيو راه مشى الحال، يلا ماما نمشيو راه مشى الحال. ايوا الحمد لله. وملي دخلنا كان فرحان مزيان وكان مطلق كان كيهضر. استقبلوا احسن استقبال، تمنيت امنيتي تكون تابعني الصحافه باش ولدي يشوفوا كيفاش استقبلوا. استقبلوه مزيان صراحه البنات اللي في سميتو ولا البوليس ولا كلشي، كلشي كيعطي التحيه كلشي كيعطي السلام. استقبلوا السي الوردي بواحد البساطه، وزعما فرحت بزاف ملي شفت ولدي في هذيك البلاصه وكيفاش كيفاش عطاه الحوايج كيفاش قدم لي دوك الهدايا وكيفاش دخلنا لبسناه تما وخرجنا صورناه وفرح بزاف بزاف فرح. وتصور وركب في الطوموبيله ديال الامن وركب في الموتور ديال الامن، يعني ديك الامنيه تقريبا كلهم كان امنيتي يركب في داك الموتور وركب فيه وتصور فيه، وهذه زعما عندي الحمد لله. هادو راه دابا كيعرف سميتهم كاملين تقريبا وهضر معاهم كاملين وكيسول عليهم كاملين وعرفهم كاملين تبارك الله عليه زعما، وجمع معاهم كاملين. وملي كنا جايين في الطريق عاود كلشي كيعطي السلام، صحاب طاكسيات صحاب طنوبيلات موالي الماطر الناس اللي غاديين على رجليهم كلشي كيعطي التحيه لي. هذه بعدا امنيتو انه هاد الامنيه كانت عنده من امتى والحمد لله انا تحققت ليا. باقا دابا راه هذه قالك ما يحيدهاش، دابا راه عنده باش يمشي يقرا قالك مشي بها ماما المدرسه فرحان. غدا قالك يمشي عند الاستاذ يقول لي انا راه انا راه مشيت للولايه وراه خديت لي كادو وراه خديت هذه وراه خديت، فرحان باللبس اكثر من لي طابليط. قوت ما عزيز عليه البوليس مشبت باللبس اكثر اكثر من لي طابليط، بس اللبسه فرح ليها بزاف. ما الضروره ما تواجدش فرح، حتى هو البارح بزاف وعماته كلهم فرحوا البارح، كلهم كيدعوا معاه ملي ساقوا الخبر انه راه غدا غادي يمشي، كلشي كيعيط ليه وخالته والوالده ديالي كلشي العائله كيسولوا عليه، خويا والعائله كامله كلشي فرحان ليه. لاباس الحمد لله. ملي فاق الصباح كنت فرحان بزاف حيت غنشوف السي الوردي والبوليس كاملين غنشوفهم، وكنت فرحان بزاف لبست اللبسه والصباط وخرجت وداروا لي الناس كلشي التحيه. تلاقيت بالسي الوردي والصحافه والبوليسات البوليسات والبوليسين بزاف، نقول لهم انا مشيت للولايه وشفني السي الوردي والبوليس، انا عاود لهم كلشي بالتفاصيل مقلبته حيت فرحانه انا بزاف. الناس حيت فرحان بزاف اللبسه، نقول لها الله يخليك ليا ماما ونديك الحوج انت وبابا.